وبشأن استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين في ظل مطالبات بمحاكمة قتلة الثوار، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات زيد الساعدي. أستاذ زيد، مرحبا بكم. يعني هجوم جديد على ساحة الاعتصام في محافظة النجف من قبل الميليشيات، وأيضا بحسب شهود عيان كانت تحت إشراف مسؤول القوات الأمنية في تلك الساحة. لكن السؤال المطروح هنا أستاذ زيد، بماذا تفسر إشراف القوات الأمنية على انتهاكات الميليشيات؟ أستاذ زيد، تحية للقناة وللقائمين على البرنامج، وتحية للأخوة المستمعين ومتابعيكم. نعم أخوي العزيز، أولا التظاهرات هي لم تنتهي، أو الحكومات السابقة والميليشيات اللي اعتدت على المتظاهرين هي لا زالت هي وقياداتها وقيادات الشرطة اللي على أساس أنه هي جاي تحفظ المتظاهرين، هي أيضا قياداتها باقية وعناصرها المرتبطة بالأحزاب السياسية الفاسدة موجودة. ولانشغال حكومة الكاظمي بمعالجة الأمور، لأن تدري هو استلم حكومة لا خزينة ولا أسعار نفط موجودة ولا هو جائحة كورونا، فهذه المجاميع اللي قاعد تستهدف المتظاهرين هي نفس المجاميع اللي ترتبط بالأحزاب السياسية اللي الفاسدة اللي دمرت البلد. نعم. نفسها مستمرة لشيئين، أولا هي تحدي للكاظمي لأنه لا زالت القوات الأمنية تضرب المتظاهرين، وهذا كذب يا كاظمي أنك لن تحمي المتظاهرين ولن تسعى، هاي النقطة الآخرة. هم أيضا قاعد يستهدفون المتظاهرين لأنه طلبات ساحات التظاهر كلها تطالب في محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين وخطفهم وتعذيبهم وتهديدهم، وهم يعني هاي الميليشيات اللي مرتبطة بالأحزاب السياسية اللي قادت الحكومات من 2003 إلى يومنا هذا. فهو الاستهداف إلى طرفين، طرف لتفسيط الكاظمي، يعني حالة لتفسيط الكاظمي، وشلون نقول عصفورين في حجر واحد، هم منا استهداف لحكومة الكاظمي بأنه أنت لا زالت الاختراقات موجودة على المتظاهرين والمحتجين، وكذلك أيضا هم ينفذون معارضهم في استهداف الناشطين والمتظاهرين وساحات الاحتجاج. وهذا طبعا هذا كله اندساس ليست من القوات اللي سواها عادل عبد المهدي، هم نفسهم موجودين لا زالوا هم وقيادات، يعني حتى قياداتهم. الأخ اللي كان في البصرة يطالب ويشخص انه قتلة المتظاهرين هو اسعد العيداني وجميع هذول كلهم في ذات الزمن. استاذ زيد، أستاذ زيد، نبقى في هذا الإطار ولكن ننتقل إلى بغداد، حيث تعرض متظاهر للتعذيب على يد ما تسمى بقوات حفظ القانون بعد توقيفه من قبلهم، تعرض للضرب المبرح وأيضا لصعقات الكهرباء. هل نحن أمام حالة جديدة كتلك التي عاشها الفتى محمد منذ عدة أيام؟ هل هي حالات جديدة؟ هي امتداد وليست جديدة، امتداد لنفس الانتهاكات اللي كانوا يستخدمونها مع المتظاهرين في زمن عادل عبد المهدي وما سبقه من الحكومات. التظاهرات تشكل خطر عليهم. حكومة الكاظمي هي جاءت من خلال ما قامت به ثورة تشرين، ثورة شباب تشرين، وهذول يعني هاي القوات اللي احترفت حفظ القانون وما حفظ القانون وحفظ الجزمة، هذه كلها هي مرتبطة بالحكومات السابقة التي لا تسمح بخروج المتظاهرين ضدهم ومطالبتهم بالحقوق وبالإذن. اليوم أيضا هم نفسهم الحكومات السابقة مندسيهم وميليشياتهم نفسها هي تشارك بالتظاهرات، جاي ترفع شعار أنه الكهرباء والكهرباء يشم الكهرباء 17 سنة من الكهرباء. هذه مسائل إحراج لحكومة الكاظمي، يعني يردون يحرجوه بانه انت لا زالت الانتهاكات موجوده وحتى في زمنك، والرجل يعني شو يسوي؟ طيب استاذ زيد، يعني ما السبب في تعمد القوات الحكوميه بان تعيد مشهد اذلال المتظاهرين واهانه كرامتهم؟ الم يخرج الكاظمي ليعتذر عن اهانه الفتى محمد وايضا يعني وعد بعدم تكرار هذا المشهد؟
أخي الكاظمي اليوم لن يكون عاجز، لكنه مو ساكت، وإنما يرفض هاي المؤامرات اللي تحاك ضده وضد المتظاهرين. طيب. هو قبل يومين ثلاثة التقى بالمعتصمين أصحاب الشهادات، نعم، وأخذ يعني آرائهم وأخذ قوائم من عندهم ووعدهم بالتعيين وحل مشاكلهم. طيب. وكذلك الرجل يعني ما يريد يصطدم، لأنه الخصوم أقوياء عنده، لا زالوا هم موجودين في الساحة. يعني خصوم الكاظمي كل الأحزاب السياسية اللي شاركت بالحكومات المتعاقبة من 2003 لحد الآن هم موجودين، هم من ضرب المتظاهرين، هم من اعتقل، والسجون السرية والمليانة بالمغيدين والسجناء من خلال ساحات التظاهر. هذه الحملة يعني أنا ما أعرف إيش أقول لك، يعني الكاظمي قد يكون ما يريد يصطدم بها بشكل رسمي، لكنه نعم أستاذ زين، يعني نعم يوجه الناس، يوجه القوات اللي عايدة إلى أنه حفاظ على أمن التظاهر والساحات. ومع العلم هي تدري اليوم ساحات التظاهر ليس بالعدد اللي يكفي مثل الأيام السابقة، لأنه جائحة كورونا قللت من أعداد المتظاهرين وقللت من حجمها، وسمحت أيضا للميليشيات أن تندس بنصهم وتبني خيم وياهم وتتعقب وتراقب الناشطين وتقتالهم وتختطفهم وتقتلهم وتأذيهم باسم قوات حفظ القانون. من بغداد الناشط في التظاهرات زيد الساعدي، شكرا جزيلا لكم.